حبيبتي بدل ما كنت تتعبي نفسك بس وتيجي لحد هنا كنت تكلميني في التليفون وانا ابعت لك الفلوس اللي انت عايزاها. الحكايه مش حكايه فلوس وبس. مش حكايه فلوس؟ امال حكايه ايه؟ يعني مش عارف يا نديم. الحكايه يا سيدي انك وحشتني. لا 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 بس اسمعي اسمعي بس اسمعي بس يا حنان، انا مش هيقلك، وبعدين ما تنسيش ان هنا مكان شغل. قول لي امتى اقدر اعبر لك عن مشاعري وانت سيبني من اربع حيطان وما بتجيش خالص. هانت هانت يا حبيبتي، قلت لك اول ما الترتيب اللي في دماغي يتم الوضع هيتغير. امتى بس؟ انا تعبت والله العظيم تعبت. ما تتصورش انا الوحده بقت بتقتلني ازاي. ما تخيلش احساسي وانا رايحه لوحدي للدكتور وشايفه كل واحده معاها جوزها وكان اللي في بطني ده ملوش اب، كانه ابن حرام. حنان الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده بطلي تخريف. اللي في بطنك ده ابني، فاهمه؟ عمري ما هتخلى عنه ولا عنك. بجد يا نديم؟ طبعا طبعا يا حبيبتي بجد. ازيكم؟ ازيك يا صفاء؟ اهلا. نعم نديم بيه جوه ولا عنده حد؟ لحظه واحده اشوف. بسرعه. ايوه بتقولي مين؟ يا دي المصيبه، اوعى تكوني قلت لها ان في حد عندي. طب اسمعي حاولي تعصبيها، قولي لها انا معايا مكالمه من بره على بال ما اتصرف انا. ها يلا يلا حنان بسرعه. يلا فين؟ في ايه يا نديم؟ نعمه بره واحنا هنبقى نكمل كلامنا بعدين. يلا دلوقتي بس. انت حسستني انا عشيتك مش مراتك يا اخي، ده انا الاولانيه. مش وقته بقى الكلام ده يا حنان. يلا يلا. يا نعمه هاني ما ينفعش كده. يا نعمه ما ينفعش، انا زعلانه منك. يا اهلا يا اهلا. روحي انت يا صفاء. اهلا اهلا يا حبيبي. وانا اقول الشركه نورت ليه؟ يا سلام، هي دي مقابله تقابلني بيها؟ مقابله؟ اقعدي يا حبيبي. مالها مالها المقابله؟ في ايه؟ الزفت السكرتيره بتاعتك مش عايزه تدخلني وقال ايه معاك مكالمه من بره. مش معقول مش معقول، مجنناني، عامله لي مشاكل جامده جدا غبيه. حقك عليا يا حبيبتي، معلش لسه جديده ومش فاهمه حاجه. طب قول لي انت كنت بتكلم مين؟ ده واد انت غيران عليا ولا ايه؟ وما غيرش ليه؟ مش ست؟ ست؟ الا ست تساليني انا؟ ده انت ست الستات. شوفي يا حبيبتي، دي كانت مكالمه شغل. ما هو احنا لازم بقى نشغل المكتب ولا هنقعد عطلانين كده ولا ايه؟ ها؟ يا خرابي يا نعمه، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انتي ده انتي مش معقوله بجد. الله ده ورد جميل جدا. مرسي مرسي قوي يا حبيبتي.